الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ولم يتركهم سدى، وعلم أن مصلحتهم لا يمكن أن يصلوا إليها بعقولهم، وأن عقولهم متفاوتة وأن ظروفهم متفاوتة، فلذلك شرع لهم الشرائع لتنتظم بها أحوالهم، فحدد لهم علاقتهم بربهم وعلاقاتهم فيما بينهم، وشرع لهم في كل عصر من العصور ما يتناسب مع مستواهم وتطورهم. فلما وصلت البشرية إلى نضجها أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الحق الذي كان كل الأديان أعدادا له، وهو الدين عند الله، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ولا يمكن أن يقبل الله من أحد بعد نزول هذا الدين دينا سواه، ولذلك قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار.